دي شوكولاته سايحه ما عليهاش اي حاجه خالص غير سنه ملح. لازم الشوكولاته تحط لها سنه ملح تكسر الحلاوه. سنه ملح، سنه ملح ماشي، ما عليهاش اي حاجه ولا عليها زيت ولا عليها اي اضافات تانية. دي شوكولاته سادة خالص. شوكولاته مطبخ ولا شوكولاته ايه؟ هي شوكولاته مطبخ. لو الناس تجيب السوبر ماركت تشتري شوكولاته مطبخ عاديه جدا، بس دي خاصه بينا يعني بشغلنا، فاهمه؟ فالكواليتي بتاعها عالي جدا. وكمان ما فيش حليب في الصيام. ماشي، فهي تشتغلوا بساده يا تشتغلوا بدارك. دي رايحه للدارك اكتر. ايوه ماشي، هوريكم فكره كده. انا عندي هنا القوالب دي، هنعمل منها كذا فكره للكريسماس والهدايا والافكار بتاعتنا. دي ما عليهاش اي حاجه خالص، لو عليها اي اضافه ولو الطبق بتاعي فيه نسبه ميه هتبوظ، هتقفش معايا الشوكولاته خالص. ثواني كده، يعني خليها ما تطلعش من القالب. لا خالص، وما تطلعش، هي لازم تبقى على قد القالب بالظبط. هوريكم كام فكره كده هنا، استني عامله ده كمان بالمره واوريكم هنزينه ازاي. جميل، هي الشوكولاته حلوه قوي، مين ما بيحبش الشوكولاته بصراحه. بصي كمان الحاجات دي ممكن تخلي الولاد تشتغل معانا، يحسوا بقى بالمناسبه اكتر. بالكريسماس اكتر. طبعا طبعا طبعا، هوريكي كذا فكره دلوقتي. بصي دول كده هياخدوا شكل القالب اللي تحته. اوكي، على الوش بقى ممكن نشتغل بدول، نشكل بيهم. الله، دول ترانسفير عاديه جدا، اشكال كتير مختلفه، ترانسفير مليان اشكال. بس اهم حاجه برضو هتفرق صراحه التشوكلت، القالب نفسه. الكواليتي بتاع التشوكلت. ممكن بس هنحط دي، اختاري واحده حطها هنا. ممكن ناخد ده. اوكي اهو، مثلا ممكن نحط معاه واحده صغنونه من دي كده. ده تبقى ليها شكل من الناحيتين. طبعا دي هتبقى من فوق، من دي من فوق، والشكل اللي هو بتاع القالب نفسه من بالظبط، شكل القالب من تحت مطبوع. حلو قوي، اوريكم الفكره دي برضو ازاي. ممكن نحط واحده تانية على دي. ماشي، من دي، من البود ده. اوكي ماشي، هنكمل معاك يا شيف. حلوه قوي. انت عايزه تاخدي بريك؟ خلينا نقف عند الشوكليت دي، هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا. بمناسبه بقى الكريسماس، شيف الهام مظبطانا النهارده تورته الكريسماس والشوكليت بتاعه الكريسماس، كل الحاجات عملت لنا قبل الفاصل. للي ما تابعش معانا ممكن نتابع الفقره مره ثانيه ونشوف عملت التورته ازاي بطريقه بسيطه جدا، تورته الكريسماس الصيامي والشوكليت. ايه الاخبار يا شيف؟ طبعا بصي مظبطه الدنيا. الحمد لله. احنا وقفنا عند دوله للناس اللي كانت معانا دي، هنسيبها تجمد شويه يعني تاخد لها ربع ساعه في الثلاجه او حاجه، وبعدين هوريكم شكلها عامل ازاي. خلينا كده هنا نرصهم. ماشي، بالقالب بتاعها. ماشي، هناخد دول بقى اللي هم بتوع الكريسماس الشجره. او سانتا كمان برضو، هحتاج واحده سانتا. سيبكم من اللي هنا دول. ماشي، ده okay. كانت السبونج. ده السبونج المفروض يعني تتضرب شويه عن كده. هنا انا بملى، مش بملاها قوي، بملاها نص بس يا حبيبه قلبي، نص بس. هاجي كمان هنا هوريكم اللي الشوكليت اللي انا قلت لكم سويتها بتاعت سانتا في الاول، اللي هي طالعه قدامنا دي. هي دي الشوكولاته بتاعت سانتا، اللي هي دي. ماشي، هتطبع الشكل، بس هتطبع شكل القالب اللي هي. بس انا هقول لك على حاجه، احنا لو عايزين الشوكولاته ساده من غير الكيك اللي فيها، انا هزود هنا شويه وهسيبها. عايزه بقى احط سبرينكل، بس لازم السبرينكل، في ناس كتير ما بتحبوش. لازم يكون الكواليتي بتاعه حلوه جدا. ماشي، حط سبرينكل، انا عايزاها سكه كده، هتبقى زي دي مثلا. ماشي، شوكولاته رفيعه يعني. تبقى رفيعه بقى لو حد كبير شويه مش عارفه ايه، ما تاخدش قطمه كبيره. ماشي، دي هحط فيها الكيك حالا، هوريكم الكيك اللي احنا اتكلمنا عليه. سيدني هتتملي زحمه مننا. دي الكيك بتاع سانتا، انا هحطه هنا على طول كده. ماشي، هسيبها بقى شويه هلاقيها بردت، هلاقيها طالعه بنفس الشكل ده. فين سانتا؟ اهو.
ماشي هلاقيها يعني اول كده. طبقه للشوكليت وبعدين السبون. اه خلي بالك انا ما لحقتش هي بتشبك في بعض. ما سبتش الشوكولاته تبرد عشان تمسك في الكيك. أوكي. لو انا بقى عايزه اغلف من فوق هغلف يعني. بصي انا ممكن يعني اغلف تحطي طبقه شوكليت. اه طبعا اقفل الكيك بيها كلها وما وصلش للقالب في الاخر. يعني ما وصلش لاخر القالب خالص. اوكي ما على الاخر يعني. ما ملهاش على الاخر. دي هسيبها شوكولاته ساده كده. يا رب بس تلحق تبرد تطلع معين. مش سميكه دي تطلع محشيه بقى الشوكليت من جوه. محشيه شوكليت ومتقفله كلها. تمام. ماشي هناخد الكريسماس الشجره هنحطها برضو هنا بنفس الفكره بتاعت سانتا. ما حدش احسن من حد يعني. بصي انا بقى عايزه اقفلها بالشوكولاته. ماشي مش عايزه اقفلها بس الكيكه دي مقلبطه شويه. حلوه. بصوا هحاول اقفلها بس هي بيبقى طعمها حلو قوي الصراحه. هو شكلها تحفه اصلا لوحدها يعني. حبيبه قلبي انا عن نفسي مش هرضى اكلها هقعد اتفرج عليها بس. لا هاكلها لك. اصبري. بصوا دول كلهم محتاجين يفضلوا في التلاجة شويه. مش محتاجه ست البيت تستعجل بقى وتروح كل شويه ايه تبص عليها. تبص عليهم ليه؟ لان هم لو اتكسروا هي هتعيد. مش هتعرف تعملها تاني. اللي فيها الكيك باظت صراحه. دي لو اتكسرت حتى انا ممكن اسيحها اشتغل بيها تاني. اوكي هسيب دي على جنب خالص وهجيب اللي انا شغلتهم هوريكم ازاي الدنيا فيها ايه. بسم الصليب. جميل يا شيخ. محتاجين بس نشيل دي. الله بصي بقى التزيين وبصي الفن. هقول لكم بقى الفكرة. والروقان. لا استنوا ده اللعبه دي عندي انا. بصوا دلوقتي انا هعتبر مثلا دول جمدوا. اوكي هي دي زي دي بالظبط نفس المقاس اعتقد ونفس شكل القلب. الله ايه نفس شكل القالب من بره. حلو ده. أوه. جميل دي القالب دي غالبا. ماشي هي شكلها جميله قوي. حلوه انا ما عملتش حاجه حطيتها في كيس. كيس دي بتتباع فيها بلاستر من هنا. ثواني اوريكم. يعني مش الكيس بتاعت التلاجه. ممكن افتحها والزقها تاني. بالظبط مش الكيس بتاعت التلاجه اهي. ماشي حلو ده. هي بتديني شكل جميل صراحه. طب والعلب دي موجوده ولا العلب دي بتتباع عادي جدا. أوكي. الحاجات اللي من فوق دي بقى اللعب بتاعنا احنا بقى البيت. أيه. والولاد وماما والحاجات دي. بصي لو انا حطيتها كده ده ممكن تعملي هدايا للخدمه مثلا. ايوه دي ده شغلنا واساسنا. بصي انا حطيتها بالمشقلب. استنوا نعدلها بس عشان الفيونكة هتبقى في حته والراجل التاني اللي معانا ده في حته تانيه اهي. حلوه قوي شكلها اعتقد جميلة. لطيف. بصوا مش عارفه احط فين. سهله خالص لان بتشرح لك. بصي القالب عشان التكييف ابتدى يجمد كمان. القالب يعني ابتدى يمسك بس مش هقدر اطلعه. دي برده نفس النظام ما فيهاش اي حاجه. ده القالب الصغير معايا. طب ما خلينا نوريهم بقى هنا يا شيف يعني ارسم. يعني ارسم فين بقى ازاي؟ هقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه انا هستغنى عن الدنيا هنا شويه. هنزل دول ثواني. فاضي لك الدنيا ثواني. ماشي كده. بصي هوريكي حاجه كنا عايزينها جنب التورته. حاضر. حلو ده. ماشي ثواني تشيل. ممكن القرود بتاعنا ده يجي هنا اهو كده. بختصر لك المكان. جميل. ماشي برافو. بقول لك على حاجه تانية بقى. بصي الشوكولاته دي جمدت مننا صراحه. دي الكب كيك اللي انا عملته من الاسبونج. هو ده هو ده يا شباب الكب كيك. انا في الاول قلت ايه عملت صاج سبونج. خدت منه للكب كيك بالظبط نص كيلو. خدت منه للكب كيك كام واحده وطلعت منه الكام واحده بتاعت سانتا. ماشي دول المفروض ان دي شوكولاته عاديه بيضه انا بلونها بالوان زيت. حلو قوي. ماشي بالوان زيت ولا الالوان اللي هي لا الوان زيت خاصه بالشوكولاته. اوكي ماشي بس هي جمدت معانا طبعا عشان التكييف. قدر والاخضر. ايوه والاخضر. والاخضر اخضر عادي جدا. ماشي بصي دي يا دوبك بنغطسها كده. ماشي يعني بنغطس الكب كيك في اللون في الشوكولاته. خلاص هي دي شوكولاته بيضاء احنا حاطين لها الوان. في منها سمي وفي منها لا كمان. ودي لون اخضر لو الكاميرا جايبه هنا شايفينها بس. اوكي هم ايوه كده كويس. ماشي هما بس جمدوا. انا يا دوبك هغطسها بس وتطلع. قبل ما تنشف خالص هحط عليها اي حاجه. لو نشفت عشان دي شوكولاته مش هتنفع تلزق عليها. هتحطي عليها الشكل اللي عايزاه. اي شكل. أوكي. بقى انتوا تختاروه. ماشي طبعا كانوا دول التست بتوع الحلقه بس خلاص يعني. يستعوض علينا ربنا معاكم. ماشي احنا في البرد بقى. ده برد والتكييف عليه قوي عندكم. بصي دي بردت مني بس دي ممكن الحقها بالشوكولاته البلاك دي.
يعني خليني ابقى ايه لما احي شويه في المطبخ هلحق نفسي. جميل ماشي. ده الدوناتس بقى. ده الدوناتس بس يعني لو لحقت اقول الطريقه هقول، لو ما لحقتش الناس تتابعنا على البيج بتاعتكم انا هرد عليهم. اه ماشي. انا عايزه بس اوريكي حاجه. دي كده قفلناها كادو ماشي. نحطها هنا. يعني ممكن نعملهم دولت زي فعلا اه كادو تعليلي بقى في التقيله. اه يلا بينا تعليلي تعليلي. بصوا بقى انا عايزه اوريكم حاجه هنا. انا ممكن استغنى عن دول خلاص، فكرتهم خلاص راحت عشان افضي مكان للعرض، ودول خلاص احنا عرفنا بتوع ايه. صح حبيبي ماشي اهو كده. بصي لي بقى دي علبه فاضيه ماشي. دي شوكولاته بيضه ماشي. ودي شوكولاته بيضه. شايفين الاشكال؟ نفس الفكره. انا ما عملتش حاجه يعني ما ابدعتش ماشي. دي بقى مش في قالب سيليكون. الناس اللي مش عندها قالب سيليكون، كنت حابه اقول الموضوع ده. في اي علبه مربعه، اي علبه بتاعت ساعه، اي علبه صغيره، بجد حطوا يا جماعه اي علبه كرتون تقيله، حطوا فيها سلوفان او كيس بلاستيك او كيس ثلاجه وصبوا عليه شوكولاته. اه وتنشف على نفس الرسم على الكيرف. أوكي. على الكيرف مربع بقى دايره مش عارفه ايه، وحطوا عليها الشغل. دي معموله كده، دي مالهاش دعوه بالقوالب السيليكون، بس انا قلت الفكره عشان لو الناس ما عندهاش سيليكون خالص ماشي. دي نفس النظام. انا طبعا عامله كذا شكل. يعني دي افكار للهدايا بقى. افكار للهدايا اه. ودول بتوع سانتا. دول ترانسفير مع يعني شوكولاته سايحه. يعني انا اسيح الشوكليت سواء بيضه ولا اللي هي الشوكليت العاديه، وممكن احطها في اي قالب في اي قالب غطا بطرمان لو ما عنديش. بجد الافكار كتيره وهيبدعوا ماشي. بصي هاجي هنا مثلا في العلبه بتاعت الكريسماس دي. دي علبه انا مشتريها عادي طبعا، مش ابداع ماشي. هنحط مثلا كذا واحده فيها الاشكال اللي عملتها، واحده بيض اه. وهنحط فيها مثلا الكيك ده بحاجه مختلفه. هي الشوكليت تاخد وقت قد ايه في الثلاجه عشان تجمد؟ ست دقايق. دي عقبال ما اخلص الحلقه ممكن تكون سبتت عشان التكييف عليه قوي. يعني انتوا ما علينا ما علينا، هنتكلم في التكييف بعدين. بصي اه دي بقت حاجة حلوة وبسيطة. بنتي بقى راحة كادو في حاجة في المدرسة لسانتا للمدرسين للخدمات. حلوة بقت فكرة. اه مش عارفة بس هحطها لكم فين عشان الكاميرا. هحطها لكم هنا. أنا عايزة أنزل أساعدك صدقيني. لما بس فرق الطول فرق الطول عندي. بصوا لي دي علبة تانية. استنى بس أحاول أفتحها أهي. هاخد واحد دوناتس مثلا مع واحدة كده. انا مش عايزه اقفل لكم الدنيا بس ممكن اجيب بقى الحاجات دي في الحضانات مثلا في الخدمات. حلوه في جدا في التجمعات بتاعه الحفلات. بنتي رايحه حاجه، ابني رايح حاجه. بصوا شكلها ممكن الكريسماس نفسها. اه طبعا جميل حلوه قوي. ممكن اضيف معاهم واحده مثلا من دي لو عايزه اضيف. هي مش هتلزق يا جماعه الشوكولاته عشان سكت، مش هتلزق. اه مسكت في بعض ماشي. اما هي جامده ماشي. ممكن احطهم كده بقى عندي تفصيله تانية لهديه تانية. حلوه قوي.